السلام عليكم أبنائي وبناتي الطلاب. إحنا كده في المحاضرة رقم 3 ويك 3، وإحنا أنهينا في المحاضرات اللي فاتت الجزء ده من شابتر 4 اللي هو تحسين خصائص الترديشنال فولتميتر ان احنا زودنا الانبوت ريزيستنس من خلال دوائر الاميتر فورورد، ومكناه ان هو يقيس جهود صغيره بالملي فولت، واضفنا دوائر الاوب ام اوبريشنال امبليفاير اللي هي فيها الخاصيتين دول ولكن بكواليتي أعلى. تمام. أيضا خدنا إزاي نقيس الـ AC فولتج، فيبقى عشان يكتمل الأنالوج إلكترونيك مالتيميتر يبقى ناقص إن احنا نقيس أوم ونقيس كارنت، وهو ده موضوع محاضرة النهاردة إن شاء الله. يبقى محاضرة النهاردة تتكلم عن الأوم ميجرمنت أند الكارنت ميجرمنت، وكده نبقى وصلنا لاستكمال كل الفانكشن الخاصة بالمالتي ميتر. قبل طبعا الكلام ده بنخلصه كله في الجزء الأنالوج، قبل ما ننتقل بقى لجزء آخر اللي هو الجزء الديجيتال في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هنيجي للكاتيجوري مختلف من القياس، هو قياس الأوم. يعني عندنا ريزيستنس أو ريزيستور وعايزين نقيس قيمته بالأوم، تمام؟ فطبعا لازم محتاجين نمرر كارنت في الريزيستور ونشوف الحسابات المختلفة عشان نستخدم أومز لو والفولتج ديفيجن والكلام ده على اساس نحسب قيمه ريزيستنس. يعني في الاساس لازم الريزيستنس دي يمر فيها كارنت. احنا هنستخدم الانالوج الكترونيك فولتميتر، الفولتميتر اللي احنا حطينا فيه كل الالكترونكس اللي هي ترفع امكانياته، تخلي الانبوت ريزيستنس بتاعته عاليه جدا، تخليه قادر انه يقيس جهود صغيره، تمام، انه ممكن يقيس اي سي. هو زي ما هو كده عايزين نمكنه ان هو يقيس اوم كمان، وبعد كده هنمكنه انه يقيس كارنت ويبقى اسمه مالتي ميتر، تمام. ف عشان نقيس اوم يبقى لازم هنضيف، هيبقى في اضافات هتتم على الفولت ميتر. احنا شغالين على الفولت ميتر، الاساس بتاعنا دلوقتي ما بقاش البي ام ام سي كده لوحده، لا، البي ام سي والالكترونكس اللي عليه، يعني اساسنا دلوقتي هو الالكترونيك فولت ميتر. يعني عندنا كده الالكترونيك فولت ميتر اهو، ده بيقيس فولت. انا عايز ده الالكترونيك فولت ميتر، عايز اخليه يقيس ريزيستنس. يعني اجيب ريزيستنس هنا كده unknown resistance Rx مش معروف قيمتها كام، واقيس الريزيستنس دي بواسطة الفولتميتر ده. الفولتميتر هيقرا لي فولت ايا كان الرينج بقى بتاعه، من زيرو لاي رينج كان عامله بالفولت، تمام. فانا عايز اكاليبريت الرينج ده اخليه بالاوم، يعني اعمل رينج موازي ليه كده، بس بدل ما يبقى 0 فولت يبقى 0 اوم، ونهايته بتبقى دايما الاوبن انفينيتي، تبقى دايما تبتدي ب 0 بس كله بالاوم. يعني اخليه اوم، يعني اللي فوق التدريج اللي فوق ده هيبقى اوم. فزي ما قلنا ان احنا لازم هنضيف دوائر، يبقى هنضيف اجزاء مكونات للفولتميتر هتضاف داخل الفولتميتر. المكونات هي الريزيستر هتبقى بره بس المكونات داخل الفولتميتر هنرسمها في الخارج بس للتوضيح. يبقى احنا محتاجين اكيد باور سبلاي،
يعني محتاجين يا إما باتري يا إما ريجوليتد باور سبلاي عشان يمرر كارنت في ار اكس في الانون ريزيستنس اللي عايزين نحسبه. ايضا هنبقى محتاجين لريفرنس ريزيستنس ستاندرد ريزيستنس معروف قيمتها عشان نقارنها بالار اكس دي. فاللي بالازرق ده هيبقى جوه الفولتميتر اللي هو الباتري والبريسايز ستاندرد ريزيستنس. وهنشوف بعد كده هنطلع قيمة الـ Rx ازاي بدلالة الـ Standard Resistance R دي وطبعا قيمة الباتري دي. يبقى ده الإضافات باتري أو Regulated Power Supply يستحسن. وهنشوف الاتنين دلوقتي في نوعين من الأوميتر، واحد اسمه Series Ometer والتاني هنتكلم عليه اسمه Parallel Ometer. يبقى الـ Analog Electronic فولتميتر زي ما هو هنا كان be made to function as ohmmeter by adding a battery or regulated power supply طبعا و precision standard resistors. يعني بنحط مجموعة كمان switchable من ال precision standard عشان ال range selection. أنا بس حاطين واحدة للبيان يعني ال RD ممكن هتكون مجموعة من resistors ونختار واحدة بالسويتش من خلال سويتش يعني عشان الرينج سيليكشن، لان كل واحده هتعبر كل بريسيشن ستاندرد بريسيشن ريزيستور هتعبر عن رينج. يبقى اذا الاضافات اللي بتتم الباتري والبريسيشن ستاندرد ريزيستورز مجموعه البريسيشن ستاندرد ريزيستورز دول بنسلكت 1 باي 1 كل واحده بتعبر عن رينج. تمام. ليه بسموه سيريز اوميتر بقى؟ بيسمى سيريز اوميتر لان الباتري بتبقى ان سيريز مع الستاندرد ريزيستنس، الحاجات اللي احنا وصلناها جوه الميتر. وصلنا الباتري، وصلنا الستاندرد ريزيستنس. لما يكونوا ان بارلل مع ان سيريز مع بعض بنسميه سيريز اوميتر. لما يكونوا ان بارلل مع بعض بيسموه بارلل اوميتر، ولسه هنتكلم عن بارلل اوميتر بعد كده. انما الـ Rx هي كان الانبوت على الانبوت تو انبوتس بتوع الفولتميتر، يعني التو انبوتس بتاع الفولتميتر واحد اسمه A وواحد اسمه B. الـ Rx بتبقى كده across two terminals بتوع الفولتميتر. المكونات دي جوه الفولتميتر، المكونات الأخرى دي كلها جوه الفولتميتر اللي هي عبارة عن الباور سبلاي ومجموعة المقاومات. طبعا في سويتش بيحول لأوميتر فالمقاومات دي تبقى تدخل جوه الدايرة، لأن عندنا سويتش بقى لما يبقى هو مالتي ميتر هيبقى في سويتش اسمه أوم وسويتش اسمه كارنت وسويتش اسمه فولت. فلما نخش على السويتش بتاع أوم اللي بالأزرق ده كله هيبقى كونكتد بالدايرة. تمام. And the unknown resistance Rx is connected across the voltmeter terminal A and B so that the voltmeter input E تمام is the voltage drop across Rx. يعني ال voltage drop across Rx هو ال voltage drop ال voltage input لل voltmeter. يعني ال input voltage بتاع ال voltmeter هيكون مين؟ ال voltage drop across the unknown resistance. تمام. نشوف الكلام ده بقى اوضح في الدائره الحقيقيه بتاعه السيريز اوميتر. دي الدائره الكامله بتاعه السيريز اوميتر. احنا قلنا سيريز على اساس ان الفولتج سبلاي او الباتري تبقى ان سيريز مع الستاندرد بريسايز ريزيستور. ستاندرد بريسايز ريزيستورز ومجموعه من الريزيستورز بتشتغل واحده ات تايم طبقا للسويتش ده. فاحنا السويتش عندنا على R1 اللي هي بتساوي 1 كيلو. طبعا كلهم اسمهم R1، اي واحده بتتوصل بالسويتش بتبقى هي R1. يبقى ده الستاندرد ريزيستنس والاي بي، دي الحاجات الاضافيه اللي بنضيفها. النون ريزيستنس بتاعتنا بنوصلها على التو تيرمينالز بتوع الكترونيك فولتميتر A و B. دي النون ريزيستنس. فطبعا الالكترونيك فولتميتر بيقيس مين؟ بيقيس اي.
ايه اللي هي الفولتج اكروس الانون ريزيست. هو بيقرا ايه؟ بيقرا فولت الكترون ده فولت ميتر، والباتري مسمينها اي بي اللي هي 1.5 فولت. يبقى احنا عندنا الميتر بتاعنا شغال كفولت ميتر، يعني السكيل بتاع الفولت هو اللي بيحرك لنا البوينتر من الزيرو للفول سكيل ديفليكشن فولت. فول سكيل ديفليكشن فولت هنا اللي هو 1.5 فولت قيمة الباتري. والأقصى الشمال 0 فولت، والسكيل بتاع الفولت بيبتدي يتحرك، واحنا بنعاير بقى السكيل بتاع الأوم طبقا للعلاقة اللي بينه وبين الفولت. فهنشوف الكلام ده. هنبتدي الأول نحدد التو إند بوينتس، تو إند بوينتس اللي هي الإنفينيتي أوم والزيرو أوم. طبعا التدريج بتاع الأوم احنا اللي بنعمله بنفسنا، احنا اللي بنعلم عليه طبقا لقرايات البوينتر اللي هي بالفولت. تمام. فهنبتدي الاول نشيل الار اكس خالص، يعني ار اكس بتساوي انفينيتي، مش هنركب قبل ما نركب الار اكس. فهنلاقي ان الدايره ما فيش كارنت بيمشي فيها، لان الكارنت اللي بينتر الاوب ام هنا بينتر الفولتميتر اللي هو طبعا قائم على الاوب ام، الكارنت هنا هيساوي صفر، مفيش غير كارنت واحد، الدايره ان سيريز، فالكارنت بيساوي صفر لما نشيل دي، مفيش كارنت ماشي في الدايره. تمام. فيبقى اذا الفولتج بالكامل 1.5 فولت هيبقى ابلايد على الميتر، مفيش فولتج دروب هيبقى على الار 1، والار اكس مش موجوده، فمفيش اي فولتج دروب في الدايره. فيبقى اذا الفول سكيل ديفليكشن، او يعني عند الار اكس بتساوي انفينيتي، وار اكس مش موجوده معناها الار اكس بتساوي انفينيتي، الميتر هيروح للسكيل بتاع الفولت هيقرا 1.5 فولت، هو فولت ميتر، والاي والبي هيبقى ابلاي عليها 1.5 فولت، فالبوينتر هيجي عند الفول سكيل ديفليكشن، لان 1.5 فولت دي اللي هي بتمرر كارنت اللي هو الفول سكيل ديفليكشن كارنت، فالميتر اساسا متعاير الفول سكيل ديفليكشن فولتج بتاعه 1.5 فولت. تمام. ده طبعا في حاله الاوميتر، بس هو شغال اوميتر. فبنكتب بقى انفينيتي هنا، لان احنا شايلين الار اكس شلناها، ولقينا البوينتر بيقرا 1.5، بيقرا فول سكيل ديفليكشن عن 1.5 فولت، فكتبنا الانفينيتي مكان 1.5 فولت. المرحله الثانيه الاند بوينت الثانيه اللي هي الزيرو. فالاند بوينت الثانيه هتتم ازاي؟ ان احنا هنعمل شورت سيركت على الار اكس، هنيجي على الار اكس طبعا نشيلها بس نحط شورت سيركت مكانها. ما نحطش شورت سيركت مكان الار اكس، يبقى الجهد اللي هو داخل على الميتر زيرو على طول، يبقى اكيد البوينتر هيجي على الزيرو، يعني ايه هتساوي زيرو، فالميتر هيروح على الزيرو، وزيرو فولت اللي هو اللي تحت ده، التدريج بتاع الفولت اللي بالاحمر اللي تحت ده اللي هو من زيرو لواحد ونص. هنكتب بقى اول نقطة او تاني نقطة زيرو، كتبنا الانفينيتي، هنحفر الزيرو زي ما حفرنا الانفينيتي على السكيل بتاع الاوم، احنا شغالين على السكيل بتاع الاوم اللي هو اللي فوق، احنا بنعاير السكيل بتاع الاوم، السكيل بتاع الفولت بتاعنا جاهز ومتعاير، بس انا بكتب نقطة مع نقطة، هو فولت ميتر وشغال اوم، والاقصى حاجة زيرو، اقل حاجة زيرو، اقصى حاجة 1.5، ومتدرج لينير طبعا في باقي السكيل. يبقى احنا كده جبنا قيمتين تو اند بوينتس، مرة ار اكس بتساوي زيرو ومرة ار اكس بتساوي انفينيتي. يبقى يهمنا بقى ان احنا نجيب قيمة الار اكس اكبر من الزيرو واقل من الانفينيتي. تمام. يبقى
هنرجع ار اكس كده وحطينا هي النون مش عارفين قيمتها بتساوي ايه. طبعا هيبقى فيه كارنت واحد اللي بيمر في الدايره، كارنت اللي هو اي، اللي هيمر بقى من خلال ار اكس، مش هيمر في الميتر، هيمر كده. وده الكارنت الوحيد اللي بيمر عندنا في الدايره هو الكارنت اي، تمام. انما الاي اللي بينتر الفولتميتر ده صفر، انما ده اللي ماشي في الار 1، كارنت ده ماشي في الار 1 والار اكس، هو اللي بيعمل الفولتج اكروس الار اكس، تمام. فيبقى الفولتج اكروس الار اكس اللي احنا مسمينه اي ده، هو ده اللي يهمنا، لان هو ده اللي بيحرك البوينتر بتاع الفولتميتر. اي ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي اي في ار اكس، اي اللي ماشي بالدايره في قيمه الار اكس. طب الار الاي اللي ماشي في الدايره بتساوي ايه؟ يبقى اي بتساوي الاي اللي ماشي بالدايره هو الفولتج سورس على المقاومتين، مفيش غيرهم ار 1 وار اكس، يبقى اي بي على ار 1 زائد ار اكس، ده الكارنت، الكارنت اللي ماشي بالدايره قصدي، اي بي على ار 1 زائد ار اكس، ده اي. انا بنكتب معادلة اي هي اي على ار 1 زائد ار اكس. الاي ده دوت لما يتضرب في ار اكس يدينا الفولتج اكروس الميتر اللي هو الاي، تمام. طيب هنبتدي بقى عشان نعاير الاوميتر، نفترض قيمه الار اكس، نفترض ان ار اكس بتساوي ار 1 يعني 1 كيلو، تمام. يبقى اشيل ار اكس واحط ار 1 هيبقى هنا 2 وهنا هيبقى 1، يبقى اي هتساوي اي بي على 2. اي اللي احنا هنقيسها اللي هي الانبوت بتاع الفولتميتر اللي هتحرك الميتر بتاعنا، في حاله ار اكس بتساوي ار 1 هتبقى اي بي على 2. اي بي بتساوي 1.5 على 2 يبقى 0.75، يبقى الميتر هيجي يركن في النص من 0 ل 1.5، يعني اي بي على 2 في نص الرينج، هيجي يركن هنا عند قيمه الفولت 0.75 اللي هو هاف سكيل. طيب احنا عند هاف سكيل كنا مفترضين ار اكس بكام؟ بتساوي ار 1 يعني 1 كيلو بتساوي الرينج، يبقى هنكتب 1 اوم هنا على السكيل بتاع الاوم. ار اكس احنا مفترضينها 1 كيلو اللي هي 1 اوم، وهكذا بقى هنفترض ان ار اكس بتساوي النص الار 1 او 2 ار 1، ونبتدي نشوف البوينتر هيقف فين، ونكتب قيمة بقى النص كيلو، ده كيلو اوم طبعا الار 1 كيلو اوم، لان الرينج بتاعنا، الرينج بتاعنا بيبقى في منتصف السكيل، يعني لو رحنا على الرينج 100 برضه الرينج 100 هيبقى في منتصف السكيل، اي رينج بنروح عليه بيبقى في منتصف السكيل، وبنعاير الجزء اللي في اتجاه الزيرو والجزء اللي في اتجاه الانفينيتي. بنفترض بقى بعد كده ان ار اكس بتساوي 2 ار 1، ونشوف الميتر هيقف فين، ونكتب الاثنين ده في مكان الميتر اللي هيقف فيها لما نعوض في المعادله، ومره هنشوف مثلا ار اكس نص ار 1 ونشوف الميتر هيقف فين، ونكتب النص دي عند النقطه دي. الكلام ده هنشوفه في السلايد اللي جايه، ولكن الفكره واضحه ان احنا بنحدد تو اند بوينتس، وبقيه البوينتس بنحددها من المعادله دي. اللي هي الجهد اللي هيحرك الميتر اللي هو اي بيساوي اي بي على ار 1 زائد ار اكس، يجيب لنا الكرنت اللي ماشي في الدايره، نضربه في ار اكس يجيب لنا الفولتج اي اكروس ريزيستنس الانون ريزيستنس ار اكس، تمام. يبقى واضح ان احنا عندنا فولتميتر، وهنبتدي نعمل سكيل جديد بالاوم طبقا لانحراف الميتر
بقيمة الفولت اللي هي across the resistance across the unknown resistance. السلايد دي طبعا بتشرح الكلام اللي احنا قلناه، ان احنا كنا عن الرينج 1 كيلو اللي هو الرينج بتاع R1، كنا حاطينه على R1 ده الرينج بتاعنا R1 كيلو اوم. تمام، بعد كده حددنا الاثنين اند بوينت، عملنا اوبن سيركت، انا شلنا RX not connected، RX بتساوي انفينيتي، والميتر بتاعنا ديفليكتس للفول سكيل 1.5 فولت. يبقى عند 1.5 فولت علمنا كلمة انفينيتي على السكيل اللي هي بتعبر عن الاوبن سيركت. بعد كده خلينا النقطتين A و B اللي فيهم ال RX دول شورت سيركت، يعني RX بتساوي 0، والجهد بتاعنا برضو بقى 0، فالميتر بقى في أقصى الشمال. فجينا عند الليفت هاند سايد وعلمنا إن RX بتساوي 0 أوم. يبقى مرة الـ two end points أقصى اليمين infinity أوم وأقصى الشمال 0 أوم. جينا بقى في أي قيمة لـ RX بين الـ 0 والـ infinity. طبعا في الـ EB هتتقسم بقى across R1 و RX بنسبتهم، بنسبة قيمة R1 و RX حسب قيم المقاومتين دول، الـ EB هتحصل لها division على القيمتين دول، هي division بريشيو بتتناسب مع RX على R1. احنا عندنا بقى E لأكروس الميتر اللي هتحرك البوينتر هتساوي EB مقسومة على R1 زائد RX، دول المقاومات الوحيدة اللي موجودة في الدايرة، فبيدينا الكرنت، نضربه في RX اللي هي الأنون ريزيستنس بتاعتنا تدينا E اللي هو الفولتج اللي هيعبر عن RX. تمام؟ فلو هنا قسمنا على RX في المعادلة دي، الـ RX هتروح من هنا، قسمنا على RX في الناحيتين اللي فوق واللي تحت، فالـ RX هتروح من هنا، وهنا هيبقى R1 على RX، وRX على RX هتبقى 1. فيعني المعادلة دي هتقول لنا إيه؟ هتقول لنا إن دول كونستانت، EB كونستانت، وطبعا الواحد ده كونستانت، اي بي بنفترض بقى انها يعني كونستانت ما بتتغيرش مفروض، فهنلاقي ان اي بتتناسب مع 1 على ار 1 على ار اكس، يعني بتتناسب مع ار اكس على ار 1، يعني الديفليكشن اللي هيحصل على الاوم اي اللي بتعمل الديفليكشن هيتناسب مع قيمة على ما تناسب مع الريشيو RX على R1. يبقى احنا كأننا طبعا السكيل ده هيبقى نون لينير، السكيل بتاع الفولت لينير، ولكن السكيل بتاع الأوم نون لينير. تمام؟ والسكيل بيتعاير بالريشيو RX على R1، لأنه بيتناسب الـ ED الفولتج اللي هو بيحرك البوينتر بيتناسب مع النسبة دي اللي هي RX على R1. تمام؟ المعادلة الأساسية اللي احنا بنستخدمها point by point واللي هنشوفها في السلايد الجاية هي المعادلة اللي هي بتحسب قيمة EB، اللي بتحسب قيمة E اللي هو الفولت أكروس ريزيستنس، أو الفولت اللي بيقراه الميتر، الفولت أكروس الأنون ريزيستنس اللي هو E، أو الفولت يعني اللي بيقراه الميتر، هتحسبه بدلالة الباتري، قيمة الفولت بتاع الباتري والريزيستنس، الاثنين عندنا ما عندناش غير RX وR1. تمام؟ ومن المعادلة دي بيوضح لنا إن E بتتناسب مع RX على R1، معناها إن الكاليبريشن هيتم بالريشيو دي RX على R1. شوف السلايد اللي بعدها.
طبعا هنا هنبتدي ناخد بقى point by point ونحسب قيم E ونكاليبريت السكيل بتاع الأوم طبقا لقيمة E دي. السكيل بتاع الأوم هو اللي هيبقى فوق بالأسمر ده قدامنا، والسكيل بتاع الفولت اللي هو بالأزرق اللي تحت ده. احنا عملنا التو إند بوينتس قبل كده، كان عن 0 فولت كتبنا 0 أوم، حفرنا 0 أوم على الميتر على السكيل بتاع الميتر، وعند الفول سكيل ديفليكشن عند 1.5 فولت حفرنا الانفينيتي. تمام. ولما حطينا بقى ار اكس بتساوي ار 1 لقينا ان اي دي بتساوي اي بي على 2 في الحاله دي. اي في الحاله دي طلعت اي بي على 2 اللي هو 1.5 على 2 اللي هي 0.7 فولت لما حطينا ار اكس بتساوي ار 1. تمام. لما حطينا ار اكس بتساوي ار 1 في المعادله دي، فكده دي هتبقى ار 1 واللي تحت هتبقى 2 ار 1، ار 1 هتروح مع ار 1 هيبقى اي بي على 2. اي بي على 2 اي بي بكام بقى؟ اي بي بواحد ونص اللي هو الفول سكيل ديفليكشن اللي هو ده مقسوم على 2 يعني مضروب في نص هيدينا 0.57 فولت. يبقى اذا لما ار 1 لما ار اكس تساوي ار 1 تساوي الرينج يعني الميتر بتاعنا هيدفليكت في المنتصف بالظبط، هيبقى في الميد سكيل، ده بسموه الميد سكيل. وعند اي رينج، رينج 100 رينج 1000، هتلاقي لما ار اكس بتساوي الرينج هنبقى احنا عند الميد سكيل. الميد سكيل تمام. يبقى احنا عندنا الرينج بتاعنا 1، هنكتب 1 هنا على الاوم، هنكاليبريت 1 اهو، نكتب رقم 1 عند 0.7 فولت اللي هو نص الرينج بالظبط. الرينج من 0 ل 1.5، النص بتاعه ال 0.75 فولت. طيب لو خدنا ار اكس بقى تساوي 2 ار 1، يبقى هنعوض برضو عن ار اكس ب 2 ار 1، هيبقى هنا 2 ار 1 وهنا هيبقى 3 ار 1، الار 1 هتروح مع الار 1 هيبقى 2 على 3، يعني الـ EB اللي هي الـ 1.5 فولت دي مضروبة في 2 على 3 يعني التلتين بتوع الـ 1.5 هيبقى 1 فولت. يبقى لما نحط RX بتساوي 2 R1 الميتر هيقرأ 1 فولت، يبقى هيجي في الميتر هيقف في الجزئية دي 1 فولت. عند 1 فولت هنكتب 2 هنا لأن RX بتساوي 2 R1 و R1 بتساوي 1 كيلو أوم، هنكتب 2 كيلو أوم، كل ده بالكيلو أوم عند الرينج 1 كيلو أوم، فدي تبقى 2 كيلو أوم. طيب لو حطينا RX بتساوي نص R1 يبقى هنعوض عن RX بنص R1 يبقى نص على 1.5، نص على 1.5 معناها التلت، 1 على 3 يبقى 1.5 في 1 على 3 هيدينا نص فولت، يبقى هنبقى في عند الحته دي هنكتب قيمه نص فولت، نص اوم عند النص فولت، نص كيلو اوم عند النص فولت، وهكذا بنعاير بقيه النقط بنفس الاسلوب. نختار قيمه ار اكس هوين ار اكس بتساوي ار 1 بتساوي 1، بعدين ار اكس بتساوي 2 ار 1، وبعد كده ار اكس بتساوي نص ار 1، ونحسب قيمه الاي اللي هي على الفولت سكيل، ونحفر القيمه المقابله لها ب الاوم بقى. فالقيمه المقابله ل 0.75 كانت 1 كيلو اوم اللي هي الميد سكيل،
القيمة المقاومة للانحراف بالفولت 1 فولت كانت عند نكتب عندها 2 كيلو أوم. عند الواحد فولت كتبنا 2 كيلو أوم. وعند النص فولت كتبنا نص كيلو أوم عند النص فولت. وبنعاير بقية الفولتج سكيل لينير، إنما الأوم سكيل نون لينير. نون لينير هيبقى واضح عندنا بقى قوي، الأوم سكيل النون لينير واضحة. هتلاقيه كرامبد أو الديفيجن قريبة من بعض قوي في أقصى اليمين وأقصى الشمال، والديفيجن متسعة في الوسط. يبقى هتلاقي إن هو مور أكيوريت ومور ريدابل لما يكون قريب من الميد سكيل. يبقى الأوميتر هتبقى الأجزاء اللي في أقصى اليمين والأقصى الشمال دي صعب القراية منها، لأن هتبقى الديفيجنز قريبة من بعض قوي، ولكن القراءة هتبقى أوضح في حوالين الميد سكيل، يبقى حوالين الرينج نفسه، حوالين الواحد كيلو ده. الديفيجنز هتبقى المسافات بينها واضحة، والبوينتر هتعرف تقرا ببريسيشن واضح القيمة بتاعته. تمام، يبقى واضح كده اسلوب الكاليبريشن بتاعة الاوم واستخدام الفولت ميتر كاوميتر. اللي احنا الجزء اللي فات ده اتكلمنا عن السيريز اوميتر. الجزء اللي جاي هنتكلم عن البارلل او ما يسمى بقى الشنت اوميتر. قبل ما نتكلم عن الشنت اوميتر، الريشيو اللي احنا بنشتغل بيها او اللي بنعاير بيها هي ار اكس على ار 1. لما Rx بتساوي R1 ادانا 1 اهو، لما Rx بتساوي 2 R1 ادانا 2، لما Rx بتساوي نص R1 ادانا نص، نص على 1 يبقى نص. يبقى فعلا الميتر بتاعنا بيتعاير بالريشيو Rx على R1. تمام، الشنت اوميتر مش هيفرق خالص في السكيل بتاعه، يعني الشكل ده هو هيبقى في الشنت اوميتر. يعني الشنت اوميتر ديزايند انه هيدي، ما فيش هيبقى فيه تغيير خالص في الكاليبريشن، الكاليبريشن بتاعه زيه زي السيريز. ولكن لما نوصل له يعني هنعرف ان هو في ميزه واحده بينه وبين السيريز وهنقول عليها. يعني عندنا في السيريز لازم قبل ما نعمل الميجرمنت لازم نظبط التو اند بوينتس الاول. نعمل نستخدم الار اس. الار اس دي اللي هي الملتبلاير ريزيستنس اللي موجوده مع الار ام، ار ام زائد ار اس اللي واصلين بالميتر. ار اس بتبقى بوتنشيومتر، ودي ار ميتر اللي هي مقاومه الكويل بتاع الموفينج كويل. ده الميتر بتاعنا ودي ار اس. فمن ار اس احنا في كل بدايه ميجرمنت لازم نظبط التو بوينت، التو اند بوينتس الزيرو والفول سكيل ديفليكشن، نظبطهم خلال ار اس، لان الباتري ممكن تقل. فالباتري لو قلت هنبتدي نظبط الفول سكيل ديفليكشن على القيمه الجديده بتاعتها، لو مثلا هي 1.4 هنغير في ار اس تغيير بسيط وهنظبط الفول سكيل ديفليكشن هنا. نفس القرايات ونفس التدريج مش هيتغير خالص. تو اند بوينتس اول ما نزلته كله هيبقى مظبوط على القيمه اللي هي كانت 1.5 بقت 1.4، فتظبيطها الكتريكالي من خلال ار اس هيظبط الدنيا. فهنا في السيرز وميتر لازم نظبط الزيرو ونظبط الانفينيتي في بدايه اي ميجر. تمام، انما الشنت بقى هنشوف بيتم في ايه، شنت اوميتر او البارلل اوميتر. تاني دايره للاوميتر هي الشنت اوميتر. الشنت اوميتر اتسمت شنت عشان الباور سبلاي. في الحاله دي عندنا ريجوليتد باور سبلاي قيمته 6 فولت. الباور سبلاي بيبقى ان بارلل مع البريسيشن ريزيستورز. عندنا البريسيشن ريزيستورز هما الاثنين دول بيمثلوا رينج واحد ار1 وار2.
فالباور سبلاي ان بارلل مع البريسيشن ريزيستنس، وعشان كده بيسموه شانت اوميتر. تمام. الشانت اوميتر السكيل بتاعه ايدنتيكال زي السكيل بتاع السيريز اوميتر. ايدنتيكال من ناحيه ايه؟ من ناحيه التو اند بوينتس، الميتر عند الاند بوينت اللي هي الفول سكيل ديفليكشن هو 1.5 فولت، برضو شغال على 1.5 فولت فول سكيل ديفليكشن، والزيرو اند بوينت طبعا زي ما هي، وبقيه التدريج واحد، يعني نفس التدريج النلينير، نفس الاماكن، نفس الجهود اللي هتعمل ديفليكشن للبوينتر بالقيم دي هتدي نفس الجهود بالمناظره بالاوم فوق. فالتدريج ايدنتيكال بين الشنط اوميتر والسيريز اوميتر. طب ليه بقى غيرنا؟ عشان وان ادفانتج هنقوله في النهايه. التغيير الاساسي اللي تم ان حطينا ريجوليتد باور سبلاي، ودي حاجه كويسه، ان ال 1.5 فولت باتري اللي كانت في السيريز كانت ممكن تتغير مع الوقت، انما ال 6 فولت دول ثابتين. التغيير الثاني بقى ان الستاندرد بريسيشن ريزيستورز الضعف، يعني احنا كان عندنا في السيريز مجموعه سويتشابل من الريزيستنس، كل ريزيستنس بتمثل رينج، وكان في سويتش كده بناخد بنختار وان رينج ات تايم، كنا احنا شغالين على المقاومه اللي قيمتها 1 كي دي 1 كيلو، في كان فوقها 100 كيلو اوم اعتقد، يعني في رينجز مختلفه وكلهم اسمهم R1 لأن واحدة بس اللي بنستخدمها، كان كلهم اسمهم R1. احنا هنا بقى في الشنط كل مقاومة من دول بقت مقاومتين، يعني خلينا بقى في الرينج اللي احنا شغالين عليه اللي هو الواحد كي ده، اللي هو الهاف سكيل بتاع الكالبريشن اللي قدامنا ده، خلينا في الرينج اللي كنا شغالين عليه في السيريز الواحد كي، هتلاقي الواحد كده في الشنط تحول لمقاومتين ان بارلل، البارلل كومباينيشن بتاعهم بيدينا 1 كي، واحده قيمتها 4 كي اوم، مختارين القيم دي عشان البارلل كومباينيشن بتاعهم يطلع 1 كي. تمام، لو حسبت البارلل كومباينيشن بتاع ال 4 كي وال 1.33 كي هتلاقيهم هيدونا 1 كيلو اوم. طب ال 100 اللي فوق دي تيجي منين؟ ان انا هضرب ال 4 في 100 يبقى 400 كي، وال 1.33 في 100 دي راح تبقى 400 كي طبعا، وال 1.33 في 100 هتبقى 133 كي. دول لو خدنا البارل كومباينيشن بتاعهم هيديك 100 كي، هيديك المقاومه اللي فوق ده او الرينج بتاع ال 100. تمام؟ يبقى اذا كل مقاومه اتقسمت لمقاومتين، البارل كومباينيشن بتاعهم بيعطي نفس القيمه بتاعه الرينج او المقاومه اللي كانت في السيريز اوميتر. تمام، يبقى ده التغيير بالنسبه للبريسيشن ريزيستورز، ان ده حصل دوبليكيشن لعدد الريزيستورز في الشنط. احنا رسمين رينج واحده بس اللي هو الرينج بتاع 1 كي اللي بيعبر عنه المقاومتين 4 كي و 1.33 كي. ده رينج واحد اللي رسمينه، انما طبعا هو بيبقى مالتي رينج، يعني مجموعه مقاومات زي دي وبرده سويتش يغير بينهم، بس مش مرسوم عشان سهوله الموضوع غير رينج واحد هنا. تمام؟ يبقى عرفنا التغيير والمسمى الناتج، لان الباور سبلاي انشانت مع البريسيشن ريزيستورز. طبعا الار 1 والار 2 هما ان بارلل، ايوه ان بارلل، لو بصينا على الواحد على ار 1 وار 2 من هنا كده وجبنا الثيفننس الار ثيفننس بتاعتهم، هنعمل شورت على ال 6 فولت هنلاقيهم ان بارلل، وبالتالي لو حسبنا البارل كومباينيشن بتاعهم هيطلع لنا 1.5، هيطلع لنا 1 كي قصدي، هيطلع لنا 1 كي. نيجي بقى عايزين نحسب
او نسبه ان السكيل ايدنتيكال. فنيجي عند النقطه الاول بتاعت الفول سكيل ديفليكشن دي اللي هي 1 كي. السكيل ديفليكشن اللي هي 1.5 فولت اللي بتدينا انفينيتي او. يعني عايزين نسبه ان البوينتر بيديفليكت ب 1.5 فولت لما الار اكس دي تكون متشاله. يعني انا هشيل الار اكس هتبقى اوبن سيركت. فهنشوف بقى الفولت اللي هيوصل على ايه هنا، هل هو 1 فولت فول سكيل ديفليكشن؟ ده هيعمل لنا فول سكيل ديفليكشن ونكتب انفينيتي قدامه عشان نثبت ان الاند بوينت اللي على اليمين دي مظبوطه. ال 6 فولت دول بيحصل لهم فولتج ديفيجن بين الار 1 والار 2 بالقيم بتاعتهم. فلما نحسب قيمه الفولتج هنا هنلاقيه 1.5 فولت اللي هو 6 فولت على مجموع ار 1 زائد ار 2 مضروب في ار 2 هيدينا 1.5 فولت. يبقى اذا لما ار اكس بتساوي انفينيتي مفيش كارنت هيمر هنا لان مفيش كارنت بينتر الميتر. اي بينتر الميتر بيساوي زيرو عشان الانبوت ريزيستنس بتاعت الفولتميتر عاليه جدا، ده الكترونيك فولتميتر. يبقى لما ار اكس هتساوي انفينيتي هي ابلاي 1.5 فولت هنا هيحطنا في الفول سكيل ديفليكشن. يبقى الفول سكيل ديفليكشن بتاعنا زيه زي السيريز بالظبط. الانفينيتي في نفس المكان عند ال 1.5 فولت. طيب نيجي للزيرو، الزيرو سهل انك هتعمل شورت سيركت على ار اكس، مفيش كارنت هيمر في الميتر خالص. مفيش كارنت هيمر، يعني قيمة الفولت اللي ابلايد قصدي على الميتر هتبقى زيرو. يعني الفولت اللي هيبقى ابلايد على الميتر A و B هيبقى بينهم زيرو شورت سيركت. فالفولت اللي هابلاي على الكويل بتاع الميتر زيرو. وبالتالي طبعا مفيش كارنت هيمر على الزيرو فهيبقى يركن في، هيركن على الزيرو اللي هي التو اند بوينت الثانيه. يبقى اتنين تو اند بوينت اتثبت اهو. ناقص نشوف بقى بقيه التدريج اللي هي لما ار اكس تكون اني فاليو اكبر من الزيرو واقل من الانفينيتي. تمام عشان نشوف بقيه التدريج. طب نيجي بس الهاف سكيل ديفليكشن الاول والريشيو اللي بيتم المعايره بيها بتاعه الميتر. الريشيو اللي كنا بنعاير بيها في السيريز كانت ار اكس على ار 1، ده الريشيو اللي كانت في السيريز كنا بنعاير بيها. يعني في السيريز كان الميتر ده بيتعاير بريشيو ار اكس على ار 1. لما ار اكس تساوي ار 1 يبقى بنحط 1 كي على طول. ار اكس بتساوي ار 1 كان بيدينا فولتج اللي هو 0.75 نص السكيل بتاع 1.5، فكنا بنيجي عند نص السكيل بالظبط بنسموه الهاف سكيل او الميد سكيل كنا بنكتب 1 كي. هنا بقى في البارلل الريشيو بتختلف بقى، الريشيو هي ار اكس على ار 1 ان بارلل مع ار 2. هي دي الواحد كي، احنا قلنا ار 1 مبرر مع ار 2 بتساوي 1 كي، كانها ار 1 بالظبط كقيمه ار 1 من ناحيه قيمه الاوم ريزيستر، قيمه الريزيستر الريزيستنس نفسها بتاعه ار 1 هي ار 1 مبرر مع ار 2 في حاله الايه؟ الشنط، شنط 4 كي مبرر مع 1.3 هتدينا 1 كيلو اوم. فاذا الريشيو بس اللي بنعاير بيها بتختلف ولكن بتدي نفس النتيجه، نفس الديفيجنز ومع نفس الفولتج اللي بيجيب لنا الديفيجن. وده هنثبته بقى من المعادله العامه اللي هي فيها ار اي قيمه. تمام؟ يبقى احنا الميتر ايدنتيكال ولكن الريشيو مش ار اكس على ار 1، هي ار اكس على ار 1 من ناحيه القيمه لان ار 1 1 كي وار 1 امبارل مع ار 2 1 كي برضه. فهيبقى في الميد رينج دايما هتبقى قيمه الرينج موجوده، قيمه الرينج 1 كي قدامنا هنا.
زي الثاني بالظبط. ولو كان 100 كي برضه هيبقى 100 كي في على الميد رينج، عندنا 0.75 فولت هنا نص السكيل يعني. يبقى الريشيو اللي بنعاير بيها يعني هي تقريبا هي ار اكس على الرينج. الرينج بتاعنا هنا ار 1 مبرر مع ار 2، لان احنا قلنا كل مقاومه اتقسمت لمقاومتين بس بتدي نفس القيمه لو خدنا البارل كومباينيشن بتاع ار 1 وار 2. تمام. فالريشيو اللي احنا بنعاير بيها بتاعتنا ار اكس على ار 1 مبرر مع ار 2. نيجي بقى للمعادله العامه اللي هي ار اكس اني فاليو. هنلاقي الدايره بتاعتنا بس شكلها اختلف شويه، لان لو نحاول نبسط الدايره، الدايره فيها 6 فولت هنا كده باور سبلاي ريجوليتد، وفيها المقاومتين 6 فولت، فيها المقاومتين بقى ار 1 بالقيمة بتاعتها 4 كي، ده ار 1، وبعدين مقاومة تانية هي البارلل كومباينيشن بتاع ار اكس وار 2، دول امبارلل. يبقى المقاومة التانية دي هنسميها ار 2 امبارلل مع ار اكس، هي المقاومة هنسميها كده. ار 2 قيمتها معروفة طبعا 1.33، و ان بارلل مع ار اكس، ار اكس هي الانون الوحيد في الهيصه دي، ان بارلل مع ار اكس. والميتر هيدخل عن هيدخل عليه الجهد من هنا بالظبط كده، من النقطتين دول A و B اللي هما الانبوت بتاع الفولتميتر اللي هيقيس الفولت، اللي هو على اساسه البوينتر هيتحرك وهنعمل بقيه التدريج على السكيل بتاعنا. يبقى هنا الجهد E الانبوت بتاع الميتر اللي هو الجهد ده. تمام. وهنا 6 فولت وده ار 1 يبقى كده هنا 6 فولت ار 1 ان سيريز مع ار 2 ان بارل مع ار اكس، والاي دي الانبوت بتاع الالكترونيك فولتميتر. الدايره بقت كده دلوقتي. فالايكويشن العامه اللي هنكتبها سهله جدا، هو كل ما نجيب سيره ار اكس مش هتبقى ار اكس، بقى هتبقى ار اكس ان بارل مع ار 2، لانهم هم الاثنين ان بارل، مقاومه واحده ان سيريز مع ار 1 زي الرسمه اللي احنا رسمينها دي، ار 1 وار 2 امبارح مع الاكس المقاومه. فاذا هيبقى اي اللي احنا اللي هتطلع لنا الجهد اللي هيعمل ديفليكشن للميتر، اي ده بتساوي ايه بقى؟ بيساوي الكارنت اللي ماشي فيه الار 1 والار 2 مع بعض. الكارنت ده عباره عن 6 فولت على ار 1، ولما طبعا بنقول ار 2 ما بنقولش ار 2 لوحدها، ار 2 بارل مع ار اكس زائد ار 2 بارل مع ار اكس. اي قيمه بقى تاخدها ار اكس نبقى نحسب ار 2 معروف قيمتها، نبقى نحسبهم دول قد ايه الاول، وبعدين نحسب جمعهم مع ده، هيدينا الكرنت اللي ماشي كده اللي هو 6 فولت على مجموع المقاومتين دول، مضروبين بقى فين؟ في R2 امبارل مع Rx، ده اللي هدينا ايه؟ مضروبين في R2 امبارل مع Rx. يبقى دي المعادلة اللي منها هنحسب بقية، دي المعادلة اللي هنحسب منها بقية الديفليكشن. يعني الواحد فولت هنا هيجي لما يكون مين؟ لما يكون عندنا Rx بتساوي 2 البارل كومباينيشن ده، 2 ار 1 امبارل مع ار 2. ار 1 امبارل مع ار 2 بتساوي كام؟ 1 كي معروفه في حاله. يبقى لما ار اكس بتساوي 2 كي هنحسب الاي دي هنلاقيها ب 1 فولت.
1 فولت يعني هتبقى الميد سكيل 0.7، فال 1 فولت هيبقى مكانها في الطريقه دي. تمام. لو ار اكس بقى بتساوي ار 1 انبرر مع ار 2، يعني ار اكس بتساوي 1 كي، في الحاله دي هنحسب الجهد هنلاقيه 0.75 بالقيم دي. يعني هنحط ار اكس هنا بتساوي 1 كي، وعندنا القيم الموجوده كلها نون، ار 2 معروف قيمتها وار 1 معروف قيمتها، وهنا كله بقى كده معروف. هتحسب عند الواحد كي هتلاقي ان الفولت اللي هيطلع ده 0.75 اللي هو الميد سكيل. بالميد سكيل بيحصل لما ار اكس بتساوي 1 كي، 1 كي يعني بتساوي ايه؟ ار 1 امبرر مع ار 2. يبقى فعلا الريشيو اللي احنا شغالين بيها ار اكس على ار 1 امبرر مع ار 2. السلايد الجايه هتوضح نفس الكلام اللي احنا قلناه بصياغه ادق اعتقد يعني. يبقى اذا الشنت اوميتر بيتسمى شنت عشان الستاندرد ريزيستنس بيبقوا ان شنت او ان بارلل مع ريجوليتد باور سبلاي. التو اند بوينت بتاعتنا لما نخلي ار اكس اوبن سيركت، يعني ار اكس بتساوي انفينيتي، هنلاقي ان اي هتتقسم على البوتنشال ديفايدر ار 1 وار 2، يعني هتبقى اي ريجوليتد، اي دي اللي داخله على الميتر، هتبقى اي ريجوليتد مقسومه على ار 1 زائد ار 2 مضروبه في ار 2. فلو عوضنا بالارقام اي ريجوليتد ب 6 فولت وار 2 1.33 وار 1 ب 4 كي، هنلاقي ان الفولتج ابلايد على الميتر 1.5 فولت اللي هو الفول سكيل ديفليكشن. تمام. يبقى كده الميتر الاند بوينت زيها زي السيريز. تمام. Therefore, the 1.5 volt range of gives a full-scale deflection لما Rx بتساوي infinity، وده زي السيريز بالظبط. وعند الشورت نفس الموضوع، Rx هتساوي 0، E across الميتر هيساوي 0، يبقى الميتر هيبقى في الليفت هاند سايد، وبرده زي السيريز بالظبط. لما نيجي بقى للمعادلة العامة اللي هي عند أي Rx at any value of rx، المعادله العامه اللي احنا قلناها ان الاي اللي هتبقى ابلايد على الميتر اللي هي بالازرق دي هتبقى اي ريجوليتد مقسومه على ار 1 زائد ار 2. دايما لما نقول ار 2، ار 2 امبارل مع ار اكس، ده هيدينا الكرنت، هنضربه في ار 2 امبارل مع ار اكس هيدينا الفولتج ابلايد على الميتر اللي هو اي. تمام. في حالة بقى الهاف سكيل، لما احنا الريشيو بتاعتنا ار اكس على ار 1 امبرر مع ار 2، الهاف سكيل بيبقى عند لما ار اكس تساوي، لما الريشيو دي تساوي 1. الريشيو دي تساوي 1 معناها ايه؟ معناها ان ار اكس بتساوي 1 كيلو اوم، لان البرر كومباينيشن اللي تحت دي ار 1 البرر مع ار 2 قيمهم اللي جيفن ومعمول الديزاين عليهم هيطلعوا البرر كومباينيشن 1 كي اوم. يبقى الريشيو 1 كي على 1 كي، يبقى الريشيو هتبقى 1. تمام. يبقى في حاله ار اكس امبرر مع ار 2 معناها ان ار اكس بتساوي 1 كيلو. هنيجي نحسب الاي دي بقى، هنلاقي قيمة الاي 0.75 يعني في وسط السكيل، لان نهاية السكيل 1.5 وبداية فولت، وبداية السكيل 0 والفولتميتر اللي شغال. تمام. فهنلاقي اللي عند 0.75 دي اللي هي الميد سكيل، يبقى الميد سكيل عنده الرينج نفسه بقى، قيمة المقاومة اللي بتمثل الرينج 1 كيلو اوم.
الرينج حيبتدي يقل في الاتجاه ده ويزيد في الاتجاه ده، وزي ما قلنا العلاقه نال لينير برضو زي السكيل، هو ايدنتيكال زي السيريز بالظبط. هيبقى كرامبد بعيد عن النص في اليمين والشمال، والديفيجن هتبقى واسعة ورقة شوية قريبة من الرينج. يعني لما نقرأ قيم قريبة من الرينج الجزئية دي كده هتبقى البريسيشن بتاعت القراية أحسن، هنقرأ بدقة أكتر، وبذلك الايرور في الميجرمنت هيكون اقل. تمام. الريشيو اللي احنا بنعاير بيها ار اكس على ار1 امبارح مع ار2، وار1 امبارح مع ار2 بالقيم الجيفن، يعني الفاليوز الجيفن بتدينا 1 كيلو اوم رينج. تمام. لو حطينا بقى، لو جبنا ريزيستنس R1 وR2 ضربناهم في 10 هيدينا رينج 10 كي، ضربناهم في 100 هيدينا رينج 100 كي، أو لو ضربنا بقى هو في الأقل يعني والأزيد resistance value of 10 times larger would give 10 كي، و similar resistance value 10 times smaller هيدينا 100 أوم، يعني هنقسم على 10. لو جبنا مقاومات مضروبة في 10 يبقى الرينج هتضرب في 10، لو جبنا مقاومات مقسومة على 10 الرينج هتقسم على 10 هيبقى 100 اوم. فده واضح ان احنا هيبقى عندنا برضو في الشنط مجموعة من الرينجز. تمام. لو حبينا يعني ناخد امثلة بقيم مختلفة فهناخد مالتيبلز من القيم اللي موجوده، الستاندرد اللي موجوده اللي ادتنا الرينج 1 كي، سواء بقى هيبقى زياده 100 مره او اقل 100 مره او 10 مرات. الادفانتج بقى الوحيد اللي موجود في الشنط اللي هو بقى اقتضى ان احنا ندابل الريزيستنس عشان نطلع بادفانتج، اي ادفانتج اضافه ويستحق العمل ويستحق الشغل يعني. فالادفانتج اللي موجود في الشنط ان احنا كنا دايما في السيريز بنعمل تو ادجستمنت، نعمل زيرو ادجستمنت وانفينيتي ادجستمنت قبل اي قرايه. قبل اي قرايه كنا نظبط النل في على الزيرو، نظبط الماكسيمم على انفينيتي من الار اس من المقاومه اللي هي ان سيريز مع الكويل مع الموفينج كويل. انما في الشنط بقى بنعمل وان ادجستمنت بس اللي هي زيرو ادجستمنت، يبقى ده شنط اوميتر نيدز اونلي زيرو ادجستمنت، لان الادجستمنت اللي عند انفينيتي اللي كنا بنظبط فيها الجهد 1.5 لما يقل يبقى 1.4 او هكذا. انما احنا عندنا السته واثقين فيها انها ثابته، فما بنعملش الزيرو تظبيط البوينتر عند الانفينيتي اللي هي عند الواحد ونص فولت، لان الواحد ونص فولت مصدرهم الستة فولت الريجوليتد، فانا بنعمل بس وان ادجستمنت عند الزيرو بس. هو ده الفرق، ان هو انا بيقلل مش عند كل قرايه بتظبط التو اند بوينتس، لا احنا بنظبط الليفت هاند سايد بوينت بس. يبقى ذا شنط اوميتر نيدز اونلي ذا زيرو ادجستمنت اللي هي الليفت هاند سايد ادجستمنت بيفور ريزيستنس ميجرمنت بيكوز اوف ذا ريجوليتد فولتج سبلاي. ريجوليتد فولتج سبلاي ما بيخليناش نظبط الاند بوينت اللي هي عند الانفينيتي. انما بقى هويرز بينما ان السيريز اوميتر نيدز بوث زيرو اند انفينيتي ادجستمنت بيفور ريزيستنس ميجرمنت، يبقى وفر لنا ادجستمنت واحده. ولكن يعني التقدم يعني او انك كنا بتحصل على ميزه لا ثمن، لا ثمن ان احنا كترنا عدد المقاومات في الاوميتر، ولكن حصلنا على الادفانتج. والحصول على الادفانتج مهم جدا، وطبعا بيبقى بيقارن بال
البرايس بتاع اللي انت دفعته عشان تحصل على الادفانتج من ده، على الادفانتج ده، تمام. فالحصول على الادفانتج مهم جدا، وفي بعض الاحوال ما يكونش مهم يعني المجهود او البرايس اللي بيؤدي الادفانتج. الادفانتج بيكون اهم، دي بقى حسب البرايورتيز او اولوياتك ايه بس، تمام. اعتقد كده خلصنا الجزئيه بتاعه الاوميتر، سواء كان سيريز اوميتر او شنت اوميتر، وهنخش على اخر جزء في المحاضره في شابتر 4 كله، دي المحاضره الثانيه من شابتر 4 اللي هو الكارنت ميجرمنت. عشان نستخدم الالكترونيك فولتميتر بكل الاضافات اللي عملناها، حسينا رفعنا الانبوت ريزيستنس ومكناه ان هو يقيس جهود صغيره، وانه يقيس اي سي وانه يقيس اوم. فعشان يقيس كارنت فاحنا عارفين يعني هنخليه يشتغل كاميتر. فاحنا الجزئيه بتاعت ان الانبوت ريزيستنس عاليه ما تمشيش مع الاميتر. الاميتر ماست هاف فيري لو انبوت ريزيستنس، لانه بيتوصل ان سيريز مع السيركت اندر تيست، اللي هي عايزين نقيس الكرنت اللي فيه. فلازم الانبوت ريزيستنس بتاعت الاميتر تكون صغيره جدا، فيري لو، عكس الجزئيه الاولانيه دي. نشوف انا نتغلب عليها ازاي، ان احنا برضو نستخدم الفولتوميتر او نضيف عليه اضافة انه يقيس كارنت، تمام. تيوز زي فولتوميتر فور كارنت ميجرمنت، لازم هيحصل طبعا موديفيكيشن اللي يحقق لنا ان الكارنت تو بي ميجرد يمر على very small shunt resistance RS. كل الكارنت يمر من خلال very small shunt resistance. احنا خد بالك انا مستخدم الفولتميتر كجهاز، احنا كنا بنستخدم الشانت ريزيستنس دي مع البي ام ام سي، كنا بنخليها ان بارلل مع الار ام اللي هي مقاومه الموفينج كويل، وكان اسمها شانت ريزيستنس برضو. هي دي شانت ريزيستنس بس ما شغاله بقى في الحاله دي مع جهاز فولتميتر ككل. الار اس اللي هي الشانت ريزيستنس دي ساعات بيسموها الفور تيرمينال ريزيستور، لان فيها تو سيتس اوف تيرمينالز. الفولتج تيرمينالز ده الفولت اللي هيدخل يتقاس بالفولتميتر، والكرنت تيرمينال ده اللي هيمر من خلاله الكارنت من السيركت اندر تيست. هنشوف الكلام ده في الفيجر اللي جاي في السلايد. الالكترونيك اميتر هو قائم طبعا على الالكترونيك فولتميتر، يعني انا هنضيف بعض التعديلات عشان نخليه يقيس كارنت. طبعا هو بيقيس فولت، اي انبوت بتاعه الفولت، والسكيل بتاعه متدرج فولت وسكيل لينير. فالمفروض هنكاليبريت السكيل ده عشان يقيس الكرنت، تمام. فهنشوف الاضافات الاول وازاي نشوف ان السكيل ده هيستمر لينير زي ما هو، والكرنت ديفيجنز هتبقى لينير ايضا وموجوده فوق السكيل ده. الاضافه الاساسيه هي الار اس او الشنت ريزيستنس، تمام. الشنت ريزيستنس هي اللي بيمر فيها الكرنت تو بي ميجرد، يعني السيركت اندر تيست بيجي منها الكرنت اي ده. يعني احنا فتحنا السيركت اندر تيست هنا عند البوينت دي والبوينت دي، تمام،
ووصلناها بالتو تيرمينال دول اللي اسمهم الكارنت تيرمينال او الاميتر تيرمينال. يبقى الكارنت هيتحرك من السيركت اندر تيست ينتر الاميتر تيرمينال ده ويتحرك يمشي في الار اس. مفيش كارنت هيمشي في الاتجاه ده لان مفيش كارنت بينتر الالكترونيك فولتميتر لان الانبوت ريزيستنس انفينيتي. نو كارنت انتر الاوب ام، يعني اي بلس بتساوي زيرو واي ماينس بتساوي زيرو. لان الانبوت ريزيستنس تقريبا انفينيتي، فمفيش كارنت هيمر في الاتجاه ده، كل الكارنت هيمر في ار اس ويرجع تاني في السيركت اندر تيست. يعني هيمر في ار اس فقط. الايفكت بتاعه في ار اس انه هيولد فولتج دروب اكروس ار اس اللي هو اي. تمام؟ اي عباره عن اي في ار اس. يبقى الاي دي اللي هي اكروس تو تيرمينال الزرقين دول الازرق دول مسمينهم الفولتج تيرمينال. هما اللي هيوصلوا اي للانبوت بتاع الالكترونيك فولتميتر، والسكيل بتاعنا هيبتدي يعمل ديفليكشن طبقا لقيمه اي دي. طبعا احنا عايزين ان كاليبريت عمل، نفترض ان هو عمل هنا كده ديفليكشن وادانا الفولت اللي بالقيمه دي، ما مكتوب هنا اي رقم بالفولت، احنا السكيل اللي تحت ده الفولت. تمام؟ فلازم ده نكاليبريت النقطه دي بالكرنت، فالمعادله موجوده E بتساوي I في RS، يبقى I هتساوي E على RS، يبقى القيمة اللي هنا هنقسمها على RS ونكتبها في الكرنت. تمام؟ وطبعا عشان بنقسم على RS والـ RS دي كونستانت، فالسكيل هيبقى لينير في الحالتين في قياس الفولت وقياس الكرنت. تمام؟ يبقى الكرنت اللي انا بقيسه اللي هو في السيركت اندر تيست ما بيمرش خالص غير في الار اس بس، والدايره بتاعتنا محميه طبعا، الا بقى لو في فيري هاي كرنت الار اس صغيره قيمتها صغيره، انما لو ضربت فيها كرنت كبير جدا هتديني فولتج كبير جدا، الفولتج كبير جدا ده ممكن يدمج الالكترونيك الالكترونكس اللي موجوده في الالكترونيك اميتر. وعشان كده الالكترونيك اميتر شغال في ثلاث شرايح او ثلاثه رينجز. اللو او الفيري لو كارنت والميديوم كارنت والهاي كارنت. في اللو والفيري لو كارنت بيحتاج امبليفيكيشن، فبنستخدم الدايره دي اللي هي الاوب ام امبليفاير شرحناها قبل كده، اللي هي لها اي في او فولتج جين، ما بيسويش واحد لا فولتج جين، بيعتمد على الاكسترنال كومبوننت اللي هو الار ام اكسترنال ريزيستنس اللي دي الار ام او الار ام زائد ار اس اللي هي السيريز ريزيستنس او الملتبلاير ريزيستنس، وار 3 دي. تمام؟ فلو الرينج الاولاني اللي هو اللو او الفيري لو كارنت ميجرمنت بنحتاج امبليفيكيشن، فالدايره دي بتدخل معانا دايره الاوب ام امبليفاير. الاوب ام امبليفاير الدايره دي بتبقى داخله معانا. طيب في حاله الميديوم رينج لا مش هنحتاج امبليفيكيشن، نو امبليفيكيشن. تمام؟ فالدايرة دي هنسكيب الدايرة دي من خلال السويتش. طب في حالة الهاي ممكن نلغي كل الالكترونكس، نسويتش اوف كل الالكترونكس، برضه هيبقى في سويتش هيلغي كل الالكترونكس، مفيش أي نوع من أنواع الالكترونكس هيبقى في طريق الانبوت فولتج ده خالص. تمام؟ في بعض بقى المالتي ميتر بيبقى شغال على أو بعض الأميترز يعني الجزئيه بتاعت الاميتر بيشتغل في اللو والميديوم رينج بس، يعني بيقيس لو فيري لو كارنت وميديوم كارنت بس، انما الهاي دي في امكانيه انها تدستروي او تدامج الميتر.
تمام. ولذلك ان المالتي ميتر اللي موجود الالكترونيك مالتي ميتر معظمه يبقى اسمه فوم، في او ام، يعني بيقيس فولت وبيقيس اوم وبيقيس ملي امبيرز، بيسموه فولت اوم ملي اميترز، يعني بيقيس بالملي ام، يعني في الرينج بتاع اللو والميديوم كارنت، مش في الرينج بتاع الهاي كارنت. تمام. طبعا الكاليبريشن زي ما قلنا لينير، وبنكاليبريت لغايه لما نوصل للاي فول سكيل ديفليكشن اللي هو مناظر للفي فول سكيل ديفليكشن. هنا بقى ان احنا يهمنا ان الاي فول سكيل ديفليكشن حساباته ما تتعداش الاي فول سكيل ديفليكشن اللي موجود في الداتا شيت بتاعه البي ام ام سي دي. بيبقى فيها قيمة الـ RM والـ RS محددة، ويبقى فيها الـ maximum current المفروض يمر في الكويل من غير ما يحصل له دامج، اللي هو الـ I full scale deflection. فاحنا لازم قيمة الـ current اللي هنقيسه بنختار R3 تحدده لنا ان الـ current اللي احنا هنقيسه لازم يكون اقل من او يساوي I full scale deflection. تمام. اعتقد كده يعني خدنا فكرة عن ازاي نقيس كارنت من خلال توصيل الشنت ريزيستنس اللي بيمر فيها كل الكارنت تو بي ميجر، وبيعمل فولتج دروب الفولت الالكترونيك فولتميتر بيقيسه على السكيل اللينير بتاعه، وبنعاير السكير بتاع الكارنت ان احنا نقسم على كونستانت، وبيبقى السكير بتاع الكارنت ايضا لينير. السلايد دي بتقول بقى ان الالكترونيك اميتر بيقيس الفيري لو، ممكن اي سي او دي سي، طبعا الدوائر بتاعت الاي سي كلها شغاله. احنا بنتكلم بقى على ان احنا بنبني على كل ما سبق، يعني الدايودز موجوده وممكن شغالين اي سي وشغالين دي سي، فنقيس اي سي كارنت او دي سي كارنت في الفيري لو. في حاله الفيري لو او اللو، سمول فولتج دروب هيبقى اكروس ار الشنت ريزيستنس ار اس، لازم بيحتاج ان يحصل له امبليفيكيشن، از امبليفايد بيفور ابلاي دوس ديفليكشن انسترومنت، تمام، عشان يمرر الكارنت يعمل لنا ديفليكشن على السكيل او البوينتر يتحرك حركه ملحوظه. تمام. وبن كاليبريت with its scale calibrated to indicate current، زي ما قلنا اسلوب الكاليبريشن شكله ازاي. For medium current no need for electronic amplifier اللي هو الاوب ام امبليفاير. تمام. احنا ممكن نعمل مالتي رينج الكترونيك اميتر لو استخدمنا سيفرال شنت ريزيستورز بقيم مختلفة. ممكن نعمل مالتي رينج كارنت اميتر. تمام. بقى الجزئية بتاعت الهاي كارنت دي بقى اللي عليها تحفظ شوية، the deflection instrument would be involved اللي هو BMMC يعني، but the electronic circuitry أو كل الدوائر الإلكترونية could be هي must be switched out يعني disconnected في حالة الهاي كارنت. ما الهاي كارنت ما يعني بيولد فولت عالي جدا كبير جدا، فما بندخلش الفولت العالي دوت والالكترونكس بتاعتنا موجوده، بنديسكونكت الالكترونكس من خلال السويتش. والسويتش ده مش باين طبعا في الرسمه اللي فاتت، ولكن بسيط يعني. Most of the electronic multimeters instrument هم بيسموا فولت اوم اند ملي اميتر فوم،
لانهم بيقيسوا فولت واوم وكارنت بالملي امبير، ولذلك بيسموه ملي امبير. Or do not have current measuring facility at all. يعني ممكن المالتميتر ما يكونش جزء منه current، والcurrent يكون في جهاز خاص. تمام؟ كده أنهينا المحاضرة بتاعتنا، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله في الجزء الديجيتال من شابتر 4.